بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معتنا مع محاضرة جديدة، ولكن المرة دي مش هناخد فيها موضوع أو topic جديد. احنا هنراجع فيها ال practical part كله، هنراجع كل السلايدز وكل صور اللي احنا أخدناها all over the course، هنراجعها سريعا مع بعض ونتعرف عليها ونعرف how to identify الصور دي بسرعة وإيه أهم ال points المميزة ليها. هنبدأ في الأول بصور السيتولوجي اللي هو الجزء الخاص بالسيل ستراكشر، والجزء ده طبعا كان بيميزه إن كل الصور فيه كانت أبيض وأسود، صور إلكترون مايكروسكوب. اتفرجنا فيها على تركيب السيل بالتفصيل والستراكشر أوف أورجانيلز والإنكلوجنز اللي فيها. فهنبدأ بصور السيتولوجي في الأول. أول صورة فيهم كانت السيل ممبرين، والسيل ممبرين زي ما اتفقنا في كلمة خلاصتها ترايلا ممبرين، ثلاث طبقات ثلاث خطوط أهم. ثانية واحدة، اوتر وانر الكترون دنس، خطين اسود وبينهم خط ابيض اللي هو الالكترون ليوز. يبقى ده شكل التريلامينر، فيري كاركترستيك للسيل ميمبرين. ده سيل ميمبرين بتاع الخلية دي، وده سيل ميمبرين بتاع الخلية التانية. الاورجانيل او الصورة اللي بعد كده، سوري، كانت صورة السيل كوت، وده جزء من السيل ميمبرين اللي هو الكربوهيدرات بارت، هو اللي عامل زي الريش او الزغب اللي فوق الخفيف ده، عبارة عن فازي كوت على السيرفس بتاع السيل ميمبرين، وقلنا بيبقى ثيك في الابزوربتيف سيلز، عشان كده ظاهر معايا في الصوره الصوابع اللي طالعه قصيره دي، ذيز ار مايكروفيلاي. يبقى دي المايكروفيلاي وفوقيها متغطيه بالسيل كوت. المايكروفيلاي عباره عن مايكروفيلمنتس، الخطوط اللي جوه الرفيعه دي، وعليها السيل ممبرين بتاع الخليه، وبعد كده متغطيه بالجزء اللي هو بنسميه ستيل كوت او الجلايكوكالكس. صوره الميتوكوندريا كلنا عارفينها طبعا، دي عباره عن واحد من الاورجانيلز. اهم كاركتر ليها انها حواليها اثنين ممبرين، ده اول كاركتر واهم حاجه، ان ده مش موجود غير في الميتوكوندريا والنيوكليوس بس. كل ممبرنس اورجانيل بعد كده حواليها ممبرين واحد. رقم اثنين، ان الانر ممبرين بيطلع منه بروجكشنز زي الرفوف كده، بسميها كريستي. يبقى هنا صوره الميتوكوندريا والبروجكتنج كريستي اللي طالعه منها. الاندوبلازميك ريتيكولم من الصور السهله جدا، عباره عن بارالل تيوبولز، انابيب متوازيه ريجولر مترتبه، وسطحها رف عشان وجود الالكترون دنس الصغننين دول، ديز ار رايبوزومز. يبقى دي صوره الرف اندوبلازميك ريتيكولم وعليها الاتاتشد رايبوزومز. الفرق بينها وبين السموث تايب انه السموث اندوبلازميك في صوره الريجولر تيوبولز كوميونيكيتنج تيوبولز، فما بتبقاش باينه في صوره انابيب متوازيه زي اللي فاتت دي، لا بتبقى انتر كوميونيكيتنج متداخله مع بعض، فبتبان في صوره كات سيكشنز، دوائر دوائر متقطعه بالشكل ده. لو انا مشيت على سطحها من بره الاقي السطح بتاعها سموث علشان ما فيش اتاتش رايبوزوم، سموث لان ما عندهاش رايبوزوم. ده صوره السموث اندوبلازميك ريتيكولوم بالالكترون مايكروسكوب. بعد كده جولجي اباريتس، ادي جولجي اباريتس اهو، قلنا عباره عن ثلاث حاجات، الجولجي ستاك اللي هي الاطباق اللي فوق بعض دي، بس بنسميها فلاتن ساكيولز فوق بعضها، في معاها اثنين فيزيكلز، فيزيكلز صغيره بسميها مايكرو فيزيكلز، وفيزيكلز كبيره بسميها ماكرو فيزيكلز. يبقى الثلاثه كومبوننتس مع بعض كده اسميهم جولجي اباريتس. بعد كده اللايزوزومز، قلنا ان البرايمري لايزوزوم لوحده في الهيومن ما بحطلوش صوره، ليه؟ لان ما بعرفش افرقه عن البريكسيزوم هيومن، الاثنين دول مع بعض في الهيومن شكل بعض بالظبط، وبناء عليه الصور اللي عندي صور ايه؟ سكندري لايزوزوم. عندي كام نوع من السكندري؟ نوعين، اما هيتيرو او اوتو. هيتيرو لايزوزوم ده لايزوزوم بلع جسم غريب، فهو عباره عن ممبرنس فيزيكال حواليه ممبرين وجواه هيتروجينس كور. هيتروجينس ليه؟ عشان في حتت غامقه وحتت فاتحه، مش كله نفس اللون. الغامقه دي هي الفاجوزوم اللي بلعه او الجسم الغريب اللي بلعه، والفاتحه شويه دي هي الانزيمز اللي موجوده فيه. يبقى ده او ده اسمهم هيتيرو لايزوزوم. ادي الثاني هو اسمه ايه؟ سوري، اوتوفاجوزوم. الاوتوفاجوزوم ده اسمه اوتو ليه؟ لانه بلع حاجه من الخليه، بلع جزء من الخليه او اورجانيل باظ وما عادش شغال. هنا بلع ميتوكوندريا وبيروكسيزوم اهو، ولكن انا عندي ممبرين تاني براهم يقول ان مش دي مش اورجانيلز حره طليقه وكده، لا دي محبوسه في ممبرين تاني. فذيس ار اوتوفاجوزوم عباره عن ممبرنس فيزيكال جواها اي اورجانيل ولكن ديد ونون فانكشنال وما عادش بيشتغل. البيروكسيزوم قلنا صوره البيروكسيزوم اللي عندنا دي صوره بيروكسيزوم رودنت. ليه رودنت؟ علشان فيها الماس السوداء دي اللي بنسميها النيوكليوتس. البيروكسيزوم هيومن عباره عن ممبرين وجواه
هوموجينوس كود زيه زي البرايمري لايزوزوم، ولكن لما الاقي في الكتله السوداء دي بتقول ان ده رودنت علشان فيه النيوكليويد اللي هو عباره عن يوريكيز انزايم، يبقى دي صوره بيروكسيزوم اوف رودنتس. الرايبوزوم ده عباره عن مجموعه من الرايبوزومز مع بعضها ماسكه مع بعض في فتله من الماسنجر عامله زي الويرلز فيجر او زي شكل الدوامات كده، فكل نقطه من دي از وان رايبوزوم، كتير كتير مع بعض ومترتبين زي صف كده في ورا بعض، ماسك بينهم فتله رفيعه جدا تكاد تكون مش باينه من كتر ما هي رفيعه في الصوره، سبايرال ارينجمنت زي الدوامات دي بسميها بولي زومز او بولي رايبوزومز. صوره السنتريول عندي ليه صورتين، اما صوره بير اوف سنتريول يعني الاثنين مع بعض، واحد ال اس والثاني اس لان هم موجودين متعامدين، فدول عباره عن تو سلندرز انبوبتين متعامدين على بعض، واحده اتقطعت بالطول فبانت لونجيتودينال سيكشن، وواحده اتقطعت بالعرض فبانت ترانسفيرس سيكشن. لو انا خدت الترانسفيرس لوحده وكبرته ادي الترانسفيرس لوحده اهو بسميه تي اس اوف سنتريول. التي اس اوف سنتريول ده بيوضح لي جدار السنتريول عباره عن ايه، هو عباره عن 27 مايكرو تيوبيول، 27 مايكرو تيوبيول 3 في 9، 27 يساوي 3 في 9، افتكروها كده. ال 27 اهو مترتبين ثلاثات، كل جروب ثلاثه اهو، هما 9 ثلاثات، 9 تريبلتس، كلمه تريبلت معناها ثلاثيات اهو، كل ثلاثه منهم ده كده السنتريول على بعضه، وادي 1 تريبلت، ثلاثه مايكرو تيوبيولز ماسكين مع بعض سميتهم تريبل، يبقى جدار السنتريول 27 3 في 9. دي صوره، ولكن قلنا اهم حاجه في الصوره دي ان انا احدد نوع الميكروسكوب المتصور بيه، سكاننج الكترون مايكروسكوب. صوره سكاننج ليه؟ عشان الصوره 3 دي بمنتهى البساطه، دي عباره عن السيليا لونج بروسيسز وهي الرايك طويله زي الشعر، ولكن الصوره مجسمه 3 دي ايمج، عشان كده دي صوره سكاننج الكترون مايكروسكوب. دي صوره تي اس اوف سيليا، شافت اوف سيليا او الاكسونيم، كلمه اكسونيم معناها شافت، هي زيها بالظبط، ده عباره عن جدار السيليا، عدد المايكروتوبيولز فيه يختلف عن السنتريول ان هو هنا 20 2 في 9 زائد 2، 20 مايكروتوبيول ان توتال، متقسم دبلتس ثنائيات اهو، اتنينات اهي، والدبلتس دي عباره عن 9 دبلتس في 2 ب 18، وفاضل لي 2 يفضلوا في النص كل واحده لوحدها اسميهم سنجلتس، 2 سنجلتس، يبقى ده الوول اوف سيليا، وزيها زي الفلاجيلا بالظبط، الفلاجيلا نفس القصه، يعني لو انا قلت الصوره دي وول اوف فلاجيلا تبقى صح برضه. ليه؟ لانها نفس الكلام، هي برضو 20 9 في 2 زائد 2 سنجلتس في النص. ادي الدبلت اهو 2 مع بعض، وادي السنجلت واحد كامل لوحده بس. دي صوره المايكرو فيلمنتس او الاكتين فيلمنتس، دي عباره عن التين فيلمنتس الرفيعه دي موجوده في الساركومير وفي سكليتال ماسل، الفايبرز الصغنونه الرفيعه قوي دي، ذيس ار اكتين. الفايبرز التخينه اللي لونها اسود غامق دي مايلوسين فيلمنت، ودي مش تين طبعا، دي نوع تاني من الفيلمنتس، لكن المايكرو فيلمنتس هم هنا بس اللي هم الرفيعين خالص، دول هم الاكتين فيلمنتس. الاكتين لوحدها، وهنا برضو الاكتين في الحته الرايقه الفاتحه دي، لكن الحته دي فيها اكتين ومايوسين مع بعض، الخطوط السوداء دي ذيس ار ذا مايوسين، اللي بينها وبين بعض المتداخل ده الاكتين انتر ديجيتيتنج مع المايوسين. عندي في الانكلوجنز الجلايكوجين والفات، قلنا الجلايكوجين قسمناه لنوعين اما الفا واما بيتا، الالفا جلايكوجين عباره عن الكترون دنس جرانيولز ولكن متجمعه في روزيتس اللي زي الوردات دي، ذيس ار ذا الفا تايب، مقارنه بالبيتا تايب اللي هي موجوده برضو الكترون دنس جرانيول ولكنها سكاترد مبعتره مش متجمعه خالص في صوره تجمعات او وردات، ذيس ار ذا بيتا تايب. اخر واحده من الانكلوجن وهو الفات الليفيد دروبلتس، الليبيد دروبلتس قلنا عباره عن ستراكشر مدور وريجولر ولكنه نون ممبرنس، عشان ما اقولش ان هو اورجانيل، لا هو انكلوجر نون ممبرنس وهوموجينوس، كله درجه لون واحده، بيبقى سموث اوت لاين، دايره مظبوطه جدا كانها مرسومه ببرجل بالظبط. This is the shape of liquid droplets. بعد كده اتكلمنا عن النيوكليوس وقلنا ان انا عندي منها تو تايبس على حسب الاكتيفيتي بتاعتها، ففي عندي اكتف نيوكليس بسميها اوبن فيس او فيزيكولر، ودي نيوكليس نشيطه. ليه نشيطه؟ عشان فيها كميه ايوكروماتين او اكتف جينز كتير، ده ترتب عليه ان الكومبوننتس بتاعتها واضحه. ايه الكومبوننتس اللي انا شايفها في الصوره؟ ممبرين بيحوطها من بره بسميه نيوكليار انفلوب، وده عباره عن اتنين ممبرين مش واحد زي ما قلنا في الميتوكوندريا، اوتر وانر، الانر لازق فيه الهيتيروكروماتين. ثم
الهيتيروكروماتين اللي هو اللون الاسود، او الكروماتين عموما سوري، الكروماتين اما هيتيرو اللي هو الالكترون دنس جرانيولز، او الارياز اللي لونها جراي فاتح دي، دي الايوكروماتين، وهي الاكثر هنا في صوره الاوبن فيس نيوكليس. الستراكشر الثالث هو النيوكليولس، ده مكان تصنيع الريبوزوم الار ان اي. واخيرا الاستراكشر الرابع وهو النيوكليير ساب اللي هو الحتت البيضاء تماما، الالكترون ليوسنت ارياز اللي موجوده في النيوكليس، ودي الكترون ليوسنت بيضاء وفيها كميه ساب او سائل بيربط كل الاستراكشرز دي مع بعضها. دي صوره ثانيه للاوبن فيس بنفس المكونات، برضو الانفلوب من بره، النيوكليولس، ثم على فكره فيها اثنين نيوكليولس، دي واحد اثنين كمان اهي، يعني فيها اثنين نيوكليولاي، ده بيقول ان النيوكليس ممكن تبقى واحد او اكتر مش واحده بس. هنا الساب والايوكروماتين الابيض والجراي، والاسود الالكترون دنس ده مين؟ الهيتيروكروم. طبعا برضو واضح ان كميه الايوكروماتين اكتر بكتير من الهيتيرو، فده بيقول لي برضو ان دي اكتيف نيوكليس. النيوكليير انفلوب والنيوكليير ممبرين، النيوكليير انفلوب والنيوكليير بور سوري، دي عباره عن صوره الانفلوب اهو، اثنين ممبرين اوتر ناحيه السيتوبلازم وانر ناحيه النيوكليس من جوه، عرفتهم منين؟ اللي لازق عليه الكروماتين يبقى انر، يبقى ده الانر ممبرين لازق عليه الكروماتين، وادي الاوتر ممبرين ناحيه السيتوبلازم. واضح هنا ان الاثنين ممبرينز كانوا ماشيين وبينهم فراغ، ونفس القصه الناحيه الثانيه، لغايه اما اتقابلوا في المنطقه دي وبقى عندي ما عنديش اثنين ممبرين هنا. ده مين؟ دي منطقه البور، النيوكليير بور، ودي اهم كاركتر للنيوكليير انفلوب ان هو انتربتد مش كونتينوس، انتربتد بفتحات اسمها نيوكليير بورز، والفتحات دي مش مفتوحه اول ذا تايم، لا ليها باب بيتحكم في الحركه او بيقفلها ويفتحها اكوردنج تو ذا نيد، بسميه دايفرام. يبقى ذس از ا نيوكليير بور ويتش از كفرد باي دايفرام. النيوكليس والكوندنسد دي قلنا عكس الاوبن فيس، دي نيوكليس دارك فيها كميه هيتيروكروماتين كتيره قوي، كميه ايوكروماتين قليله، كميه ساب قليله، denoting ان دي inactive nucleus. الكومبوننتس مش عارفه اشوفها، مش قادره اشوف نيوكليولس واضحه ولا ماتريكس ولا ساب كميه كبيره ولا كروماتين ايلاندز، كتله من السواد مليانه كتير كروماتين. This is condensed nucleus. بعد كده للسيل ديفيجن، انا شلت صوره البيكنوتيك نيوكليس يعني عمدا عشان ما تخبطكوش، يبقى انا عندي نيوكليس فاتحه اوبن فيس او نيوكليس غامقه كوندنس، مفيش اكتر من كده، شلت صوره البيكنوتيك نيوكليس. الستيل ديفيجن عندنا اربع صور باربع مراحل، تبدا بالبروفيز وقلنا ان ده اللي بنعرفه غالبا باي اكسكلوجن لانه ما فيهوش كاركترستكس واضحه اكتر من انه بدايه تكوين السبندل بدات تتكون، لكن مش باين اي تفاصيل للكروموزومز جوه، كروموزومز موجوده ان بتوين ولكن مش قادره اشوفها، مش قادره اتعرف عليها عشان اقول ان دي كروموزوم. دي مرحله البروفيز. تليها مرحله الميتافيز، ودي من المراحل المهمه جدا اللي بقدر اعرفها بايه؟ بترتيبه الكروموزوم كلها في السيل ايكويتور. الكروموزومز كلها مترتبه كوندنسد ثيك وغامقه وقصيره، وموجوده كلها في الميد لاين، كلها في نفس الخط وما حصلهاش انفصال، يبقى دي عباره عن ميتافيز، لسه الكروموزومز ماسكه مع بعض، كوندنسد وارينجد ات سيل ايكويتور. دي الكومبوننتس اللي بقى لما يحصل الانفصال اهو، الشق اللي حصل في الميد لاين او في السيل ايكويتور، السبليتنج ده اسميه انافيز، يبقى الكروموزومز هنا انفصلت عن بعض الى تو سيتس مجموعتين عن طريق سبليت ات سنترومير، ذس از انافيز. اخر واحد وهو التيلوفيز، وقلنا ده اسهلهم لان انا بدا عندي بشاير خليتين، ادي خليه وادي خليه لسه لازقين عند الكليفج فارو، لكن هيبدا يضيق بالتدريج لغايه ما يفصل خالص ويديني تو سيبريت سيلز. انا خلصت جزء الستيل ستراكشر والكومبوننتس والاورجانيلز اللي فيها وازاي اتعرف عليها من اسهل الاجزاء، لان كله صور ابيض واسود وبس، كل المطلوب ان انا افرق الاورجانيلز من بعضها واتعرف عليها ازاي. نبدا بقى الجزء الملون او الجزء السلايدز والاتش اند اي ستند سيكشنز والسبيشال ستند. اول حاجه بدانا بيها هو الابيثيليوم، وكان اول ابيثيليوم كان السيمبل جروب ثم الاستراتيفايد جروب. السيمبل سكويمس ابيثيليوم طبقه واحده بس من فلات سيلز وفلات نيوكليي، شرطي ان الاقي فري سيرفيس، الاقي حته فاضيه في الصوره تقول لي ان انا في ابيثيليوم، اول تشو بعد فراغ غالبا هو ابيثيليوم. دور على التشو شكله ايه، دور على سمك الخلايا وارسمها، الخلايا دي مختلفه عن دي، مش شبهها ولا زيها ولا مترتبه زيها خالص، فبالتالي ده تشو وده تشو تاني، الابيثيليوم هو الخط ده بس، شايفين اي فلات سيل وفلات نيوكليس مش اكتر من كده،
صف واحد من الخلايا بالشكل ده يساوي سيمبل سكويماس لاكين. ده موجود في بلاد فيسلز اللي هو الاندوثيل. الثاني او المثال الثاني معايا كان اللونج الفيلاي، وشفناه النهارده في الفريفيجن. ادي فلات سيلز وفلات نيوكلياي اللي هي النيوموسايت تايب 1 موجوده فورمينج ذا وول اوف الفيلاي، يبقى ده هنا السيمبل سكويماس لاكين. المثال الثالث كان الومنز كابسول، وقلناها برضو النهارده في محاضره الريفيجن بتاعه الرينال. ادي الجدار بتاع الومنز كابسول فلات سيلز وفلات نيوكلياي اهو فورمينج ذا وول اوف رينال كورباسل او وومنز كابسول. النوع اللي بعد كده هو السيمبل كيوبيكل، والسيمبل كيوبيكل اتفقنا ان هو طبقه واحده من خلايا مربعات فورمينج سنجل لاير ريستنج على بيزمنت ممبرين اهو تحتيه كونكتيف تيشو. هنا الفراغ بتاعي هو ده الفري سيرفيس اهو، اول تشو بعد الفراغ طبقه واحده من خلايا مربعه نيوكليس سراوندد سنجل لاير، كل النيوكلياي في نفس المستوى، كلها في نفس المستوى، نيوكليس مدوره. ارسم خلاياك وقسم بينهم عشان تطلع بشكل خليه مربع اهي كيوبيكال سيل. ما تنفعش اقول على دي كولومنر لانها مش طويله، النيوكليس في وسط الخلايا. This is simple cubical basin. دي فين؟ دي كيدني تيوبيولز سواء بروكسيمال او ديستال. Proximal أو distal convoluted tubules الاثنين lined by simple cubical vein. المثال الثاني بتاعي في simple cubical هو thyroid gland، thyroid follicles الكور كور كور الكبيرة دي، كبيرة أو صغيرة، كل follicle منهم جدارها عبارة عن simple cubical vein. آدي واحدة متكبرة أهو، فين الفري سيرفيس أهو، لأن ده مش تشو، دي مادة مالية الفراغ، لكن هنا ده عندي فراغ، دي كرة فاضية. الكوره دي مليانه بسبستانس بنسميها كولويد اللي لونها زي الجيلي دي، ولكن دي مش تشو، ما عنديش فيه سيلز ولا نيوكليار. فين السيلز عندي؟ اهي صف واحد من الخلايا برضو سنجل لاير نيوكليس مدوره في وسط الخليه، قسم خلاياك هتلاقيها تطلع شكلها مربعات، يبقى ده برضو سيمبل كيوبيكال في الثايرويد جلاند. الخلايا الثالثه او النوع الثالث من الابيثيليوم وهو السيمبل كولامنر ابيثيليوم. السيمبل كولامنر عباره عن طبقه واحده من خلايا طويله، واضح هنا ان الخليه لونج سيل او تول، سوري تول سيل اهي، شايفين قد ايه النيوكليس دي بتاعت خليه ودي بتاعت خليه ثانيه. اذا لما اجي اقسم وارسم الخليه بتاعتي الاقي الخليه تطلع تول سيل. النيوكليس از موستلي بيزل اند اوفل، كلهم سنجل لاير، يعني الاكسبشنز دي ممكن تكون سيلز شيفتد اب من اللي تحت، ولكن الموست بتاعهم هتلاقيهم سنجل. This is simple columnar non-modified بدون أي إضافات أو تعديلات. ده موجود في large duct of gland. الموديفيكيشن تحصل مع أول نوع باسم رابع simple columnar secretory. الإضافة في إيه؟ الإضافة هنا إنه simple columnar secretory ده single layer of columnar cells ليها secretory activity. السكريتوري اكتيفيتي تمثلت هنا في انه عندي الابيثيليوم بتاعها فيري بيل، السيتوبلازم بتاعها بيل ستين، وموجود هنا شكله باين اهو فاكيوليتد او فومي، فومي سيتوبلازم اهو زي رغاوي الصابون بالظبط. This is the فومي سيتوبلازم كاركترستيك فور سكريتوري سيلز، يبقى دي طبقه واحده من خلايا طويله ولكن هنا عندي فومي سيتوبلازم عشان اقول انها كولامنر سكريتوري. دي موجوده في اللايننج اوف ذا ستومك بطانه المعده. النوع الثاني من الموديفايد وهو الكولامنر ابزوربتيف اللي موجود في الانتستين، وقلنا ده برضو كولامنر طويل وفي وسطيه جوبلت، ودي اهم كاركتر ليه. البراش بوردر ايدنتيفيكيشن صعب شويه وما بعرفش اطلعها قوي، اللي هي البراش بوردر الخط ده، ولكن اعتبرها مش موجوده، بس نعرفها كمعلومه ان الكولامنر ابزوربتيف يتميز بوجود براش بوردر. شفتها او ما شفتهاش دازنت ديفرنت، البوردر بتاعتي تخينه شويه ولونها احمر، ده كل الفرق اهو، شريط كده وتخين بالشكل ده، ده البراش بورد، لكن لا فيها بروسيسز ولا طالعه في شراشيب زي السيجليا تماما. البوردر ريجولار هي كاني رسمها بايدي خط، لكن خط تخين شويه. ده شكل البراش بوردر نتيجه وجود المايكروفيلاي. باكد تاني للمره ال20 المايكروفيلاي ما بتتشافش باللايت مايكروسكوب. لو شفت بروسيسز طالعه من خليه دي سيليا على طول كده وانت مغمض. يبقى الكولامنر ابزوربتيف وذ جوبلت، طبقه واحده خلايا طويله فيزل اوفال نيوكلياي جوبلت سيلز وبراش بوردر لو عرفت تشوفها اهي. الخط ده الوول تخين شويه او البوردر بتاعتها ثيكر شويه ونتيجه وجود البراش بوردر. نفس القصه هنا الاقي البوردر غامقه سنه وتخينه شويه. This is the brush border. ده بالنسبه للكولامنر ابزوربتيف وذ جوبلت.
التعديله الثالثه للكولامنر وهي الكولامنر سيليتد، قلنا موجوده في الفالوبيان واليوترس، سنجل لاير وكولامنر سيل طويله وبيزل اوفال نيوكليس ومعاها مين؟ سيليا. اهي شراشيب شراشيب طالعه من البوردر، الخليه خلصت هنا. طب ايه اللي طالع بره ده؟ الشراشيب السيرفيس دي طالعه ليه؟ These are cilia. يبقى اخذ لقب سيليتد علشان طالع منه سيليا. اخر نوع من السامبل وهو السودو ستراتيفايد، وده قلنا نوع محير شويه. بمعنى ايه؟ بمعنى انه لا هو سامبل صريح بطبقه واحده من الخلايا بالنيوكلياي في مستوى واحد، ولا هو ستراتيفايد صريح بطبقات كتير بالنيوكلياي كتير فوق بعض. حاجه ميدواي، النيوكلياي رصتها وشكلها تدي شكل ستراتيفايد، ان النيوكلياي ريجولر ومش مترتبه وديفرنت ليفلز، ولكن السمك ده بعدد الطبقات دي بالريليشن شيب بينها وبين البيزمنت ميمبرين برضو ما ينفعش اقول عليها ستراتيفايد. دي سيمبل لاير، طبقه واحده من الخلايا كلها ات ذا سيم ليفل، كلها سنجل لاير، كل الخلايا تاتشنج البيزمنت ميمبرين وديفرنت ليفلز اوف نيوكلياي. ستراتيفايد ليه؟ علشان شكله شكله يبدو كستراتيفايد، ولكن هو سيمبل تايب لانه كل الخلايا فيه تاتشنج البيزمنت ميمبرين. خلايا موستلي كولامنر سيل المين سيل فيه، وطبعا هنا واضح جدا وجود السيليا بروجكتنج من البوردر ووجود الجوبلت سيلز بالفومي سيتوبلازم ان بتوين، ده موجود في التراكية او في الريسبيراتوري باسج، عشان كده سميناه ريسبيراتوري ابيديم. نون موديفايد سودو او النون سيليتد سودو ستراتيفايد كولامنر، نفس القصه برضو ديفرنت ليفلز اوف نيوكلياي وخلايا طويله وخلايا قصيره ونيوكلياي تحت ونيوكلياي فوق، ولكن ما عنديش هنا سيليا، سو ات از نون سيليتد تايب. نيجي بقى للستراتيفايد جروب. الستراتيفايد جروب ده بيتميز ان انا عندي ثيك ابيثيليوم بطبقات كتير، عدد كبير من الطبقات زي ما احنا شايفين بالشكل ده، ميني لايرز، خلايا كتير بنيوكلياي كتير، ده ستراتيفايد ابيثيليوم. عندي منه كام نوع؟ براكتيكالي عندي نوعين اتنين، ما عنديش صوره للسيمبل الستراتيفايد كولامنر، وباكد تاني مفيش صوره عندنا اسمها ستراتيفايد كولامنر. الستراتيفايد اللي عندنا اما سكويمس او ترانزيشنال. اول واحد منهم هو الستراتيفايد سكويمس، ده ثيك ابيثيليوم ميني لايرز ستراتيفايد، بيزمنت ممبرين از ويفي، ريستنج على بيزمنت ممبرين ويفي، اهو ويفي بيزمنت ممبرين، السيرفيس بتاعي فلات سيلز فلات نيوكلياي، يبقى ده ستراتيفايد سكويموس. طب لغايه هنا كفايه؟ لا، في عندي سيرفيس كفرنج، السيرفيس كفرد النيوكليتد سيلز كفرد بهورني او كيراتين لاير، اذا الفول نيم بتاعه ستراتيفايد سكويموس كيراتينويز. عندي طبقه نون نيوكليتد تغطي الطبقه النيوكليتد، يبقى كفرد سيرفيس بكيراتين لاير او هورني لاير، يبقى اذا ذيس از كيراتينويز تايب. طبعا عارفين ان هو موجود في السكين. النوع الثاني وهو النون كيراتينايز، نفس الديسكربشن بالظبط، ثيك ابيثيليوم وميني لايرز، بيزمنت ممبرين ويفي، فلات توب بفلات نيوكلياي، ولكن انكفرد السيرفيس اكسبوز ومفيش اي كيراتين فوق، يبقى اذا ذيس از نون كيراتينايز تايب. قلنا ده موجود في كل البادي اوبننج الويت سيرفيسز زي الاسوفيجاس وزي الفاجاين. النوع الثاني من الاستراتيفايد هو الترانزيشنال تايب، وده بيتميز ان هو ثيك ابيثيليوم بميني لايرز لكن عدده اقل من الاستراتيفايد سكويرز. تاني حاجه ان البيزمنت ممبرين ستريت، وقلنا البيزمنت ممبرين موازي للسيرفس، سواء هنا الاثنين عادلين زي بعض او هنا طلع ونزل وبرده السيرفس طلع ونزل، ففي الحالتين البيزمنت ممبرين از ستريت. ابيثيليوم ثيك، خلايا كتير، لارج راوند سيلز، سوري لارج سيلز براج راوند نيوكليوس لغايه فوق فوق، لسه عندي راوندد نيوكليس، انتهيت فوق بلارج سيل فيها راوندد نيوكليس على السيرفيس يساوي ترانزيشنال وانت مغمض، لان السكويمس قلنا خلصنا بفلات سيلز. لما الاقي على السيرفيس عندي لارج سيل بلارج راوندد نيوكليس بالشكل ده، ذيس از ترانزيشنال ابيثيل. قلنا ده فين؟ في اليورينري باث واي، يورينري بلادر ويوريتر، اللايننج بتاعهم از ترانزيشنال ابيثيل. بعد كده ننقل على الكونكتيف تيشو. الكونكتيف تيشو خدنا فيه سيلز وفايبرز، وبعد كده جمعناهم في كونكتيف تيشو بروبر تايبس. دي صوره الاديبوسايت اتش اند اي، قلنا اهم حاجه فيها او الوايت اديبوس سيل يعني انها فيها سنجل لارج سبيس او سميناها سيجنت رينج. السيجنت رينج فيري كاركترستيك للاديبوسايت الوايت تايب. لو نفس الخليه صبغتها بسبيشيالز تظهر عندي اورنج بالسودان 3،
برضو نفس الفات، ولكن هنا ستيند ما عادش حته فاضيه، بقى ستيند اورنج بالسودان 3 او ستيند بلاك بالسودان بلاك. يبقى دول شريحتين او صورتين عندي سبيشيالز للاديبوسايت، سواء هنا البلاك ممكن يبقى سودان بلاك او ممكن يبقى عظمي، ما فيش مشكله خالص، ده او ده الاثنين صح، طالما انه فات وستيند بلاك يبقى اما سودان بلاك او اوزميك اسيد. دي صوره البلازما سيل، وقلنا اهم كاركتر ليها انها ليها راوند اكسنتريك نيوكليس وسيتوبلازم دارك ميزوفيليك، والبقعه البهتانه مين؟ نيجاتيف جولجي ايمج. يبقى دي صوره البلازما سيل اتش اند اي، وعرفنا نطلعها ازاي او كاركترايز ات راوند نيوكليس نيجاتيف جولجي ايمج ودارك ميزوفيليك سيتوبلازم. الماست سيل دي صوره بسبيشال ستين اللي هي الميتاكروماتيك بالتولوزين بلو، واضح فيها انها جرانيولر، السيتوبلازم بتاعها فيه جرانيولز خشن شويه، والجرانيولز لونها ريدش بيربل نتيجه الميتاكروماتيك ستين. دي صوره الماكروفاج بالفايتال ستين، وقلنا هنا الفايتال بح ان الانيمال وهو عايش بتريبان بلو، وبعد كده الماكروفاج تاكله كفورين بودي، وبعدين اذبحه واخد الخلايا واتفرج عليها، الاقي ان الماكروفاج السيتوبلازم بتاعها فيه لون الصبغه الازرق بتاعه تريبان بلو عشان هي خدتها باي فاجوسايتوز. ده سبيشال ستين فور ماكروفاج بالفايتال ستين. فايبرز الوايت كولاجين فايبرز قلنا عباره عن اسيدوفيليك فايبرز بتعمل لي بندلز بتبقى ويفي بالشكل ده. This is the character of white collagen بال HMD. لو صبغتها سبيشال بمالري ستين بتبان لونها بلو كلر، يبقى كل الفايبرز اللي شايفينها باللون الازرق دي these are collagen بمالري تريكروم. الالاستيك فايبرز بتبقى عباره عن فايبرز رفيعه in comparison مع الكولاجين، thin fibers بتبقى سنجل كل فايبر ماشيه لوحدها ما بتعملش بندلز. الفايبر ماي برانش ممكن الاقي حصل سبليتنج كده تتقسم نصين، وقلنا الكشكشه البسيطه اللي موجوده فيها دي بتاعه الاستيك والمرونه بتاعتها انها بتبقى مشدوده، ولما بسيبها او بقصها من الجسم بتحصل فيها كشكشه بسيطه، دي الالاستيستي بتاع الالاستيك فايبر. لونها اسيدوفيليك يبقى اتش ام دي. لو صبغتها بسبيشال بالهايف هيطلع نفس الفايبر باللون الاسود، these are elastic fibers او elastic connective tissue بالهايف ستيم. لو لقيتها باللون الاصفر البرايت، this is the yellow color, the Van Gieson elastic fibers. retacular fibers قلنا دي بنشوفها كصورة retaculum، شبكة من الفايبرز branching وانستموزنج زي فروع الشجر متفرقه، يعني برانشنج بتاعها كتير جدا جدا. الصوره الوحيده اللي عندنا ليها بالسيلفر لونها بلاك كلر عشان هي ما بتصبغش اتش ام دي. يبقى صوره البلاك ستيند فايبر البرانش دي الكتيره دي زي فروع الشجر او زي برانشات كتير كتير بالشكل ده عامله زي الشبكه، ذيز ار ريتاكيولر فايبر باي سيلفر ستين. نيجي بقى لانواع الكونكتيف تيشو، قلنا اول نوع منهم هو اللوز تايب، وده بيتميز انه عندي هنا في الكولاجين والالاستيك مع بعض، كولاجين تخينه واسيدوفيليك والالاستيك تخينه ورفيعه واسيدوفيليك، والاثنين موجودين توجذر، ده لوز كونكتيف تيشو على طول. النوع الثاني اللي هو ريجولار وايت فايبرز، الريجولار وايت فايبرز عباره عن كولاجين وفايبروبلاست. الكولاجين هنا في صوره ويفي بارلل باندلز عشان كده تسمى ايه؟ ريجولار. البندلز بارلل وويفي منتظمه وبارلل لبعضها وبينها وبين بعض الفايبر بلاس، ده ريجولر وايت فايبرز كونكتيف تيشو. موجود فين؟ موجود في التندون، الاكزامبل بتاعي او العينه جايه من التندون. نفس الكلام بنفس المكونات ولكن بدون تنظيم، بدون ريجولاريتي، بدون بارلل بندلز، ذيس از ايرريجولار تايب. ده موجود في الديرمس اوف سكين، وده عباره عن كولاجين وفايبر بلاس، ولكن الريجولار كولاجين بندلز متداخله في كل الاتجاهات، ما لهاش اي نظام ولا اي ترتيب. الاستيك كونكتيف تيشو، الالاستيك كونكتيف تيشو تاني باكد اهو، انا عندي اثنين يلو الاستيك، يلو الاستيك كونكتيف ويلو الاستيك كارتليج. اليلو الاستيك كونكتيف عباره عن الاستيك فايبرز وفايبر بلاست، ما عنديش كوندروسايتس تماما، يبقى الصوره كلها الاستيك فايبرز لونها احمر، دي الاستيك كونكتيف تيشو بالاتش اند اي. ده موجود طبعا في الاورطه كارتري. This is the white adipose، والwhite adipose قلنا عبارة عن خلايا الأديبوس سيلز اللي هي السيجنت رينج متجمعة مع بعض بالشكل ده، لما مجموعة بالمنظر ده مع بعض أسميهم white adipose connective tissue. يقابله البراون أديبوز، وقلنا ده في فرق بينه وبين الوايت، إنه الفات هنا مش في صورة single large space أو single large globule، لأ الفات هنا في صورة small droplets، وبالتالي سابت لي فراغات صغيرة كتيرة جوه السيتوبلازم. النيوكليس rounded وفي بلاد كابيلرز كتير موجوده ان بتوين ذا سيلز، كل دي كرايتيريا للبراون اديبوز. بعد كده
صوره الميوكويد كونكتيف تيشو، قلنا دي بناخدها من الامبلايكال كورد. الامبلايكال كورد بيبقى في فيسلز، اثنين ارتريز وان فين اللي بينهم ده كله، this is the myocardial connective tissue، عباره عن نوع من الكونكتيف تيشو مليان ماتريكس. الاكستراسيلولار ماتريكس هو اكتر حاجه فيه، معاها عدد بسيط من الفايبروبلاست وفيو كولاجين فايبرز. ده بالنسبه للميوكويد كونكتيف تيشو. التيشو اللي بعد كده هو الكارتليج، والكارتليج انا عندي منه ثلاث انواع. اول واحد منهم هو الهايلاين، والهايلاين بيتكون من ثلاث مكونات مهمه جدا: بيريكوندريوم الاوتر كفرنج وده الغطاء بتاعه، فايبرس كونكتيف تيشو، وكوندروجينيك سيلز. بعد كده الكوندروسايت اللي هي خلايا الكارتليج، اما سنجل كوندروسايت او جروبس اوف كوندروسايت اسميها سيلز. الاستراكشر الثالث او الكومبوننت الثالث وهو الماتريكس، وقلنا الماتريكس عباره عن ايه، باكد ثاني، كولاجين تايب 2. الكولاجين تايب 2 ما بيديش اي بصمه للستيننج لانه رفيع قوي، فالماتريكس هنا بيبقى لونه هوموجينس بين بيزوفيلك، ازرق او موف، فاتح جدا، باهت جدا، رايق، كله نفس درجه اللون. ده كده هايلاين كارتج. اجيبه منين؟ او الاكزامبل بتاعه وجوده في الكوستال كارتج او في الارتيكولار سيرفيس اوف جوينتس او في التراكيه، كل الحاجات دي اماكن وجود الهايلاين كارتج. النوع الثاني وهو اليلو الاستيك فايبرو كارتج، باكد اهو لازم نكمل الاسم ونقراه كله على بعضه، ما نقراش اول نص وخلاص وما كملش. الالاستيك فايبرو كارتج زي الهايلاين بالظبط، برده عندي بريكوندريوم بره بيغطيه من هنا ومن هنا، عندي كوندروسايتس اهي الخلايا بتاعت الكوندروسايتس اللي هي الكارتليج سيلز، وان بتوين الماتريكس هنا ما اقدرش اقول عليه هوموجينس بقى خالص، لا الماتريكس هنا بارتلي بيزوفيليك وبارتلي اسيدوفيل. وجود الاسيدوفيليا هنا ليه؟ عشان وجود الالاستيك فايبرز. يبقى الالاستيك فايبرز خلت الماتريكس ما بقاش هوموجينس وبقى في اجزاء منه لونها احمر. اتاكد منين انه الالاستيك فايبرز موجوده؟ طبعا موجود في الاير بنا، اصبغ بفيرهايف سبيشال ستين الاقي الماتريكس ظهر باللون الاسود. يبقى اذا الكوندروسايت والخلفيه لونها اسود يساوي الاستيك فايبر كارتليج فيرهايف ستين، عشان هنا صبغت الالاستيك فايبر سبيشال ستين عشان اتفرج عليه. ادي الكوندروسايتس وادي البلاك ستيند الاستيك فايبر في الماتريكس. بعد كده البول بينه تو تايبس، اما كومباكت او كانسيلس. اهم فرق بينهم وجود الفراغات، فراغات كتيرة وكبيرة ومليانة بول مارو، يبقى سبونجي. الكومباكت ما عنديش فيه فراغات خالص، عبارة عن كتلة بول. ايه الاستراكشر الاصفر ده؟ This is osteon، الوحدة التركيبية الاستراكشرال يونت اوف دي كومباكت بول. بتتكون من ايه الكومباكت الاوستيون دي؟ هافيرشن كنال، عبارة عن كنال طويلة، لونتنا الكنال في وسط الاوستيون، حواليها حاجتين كونسنتريك بون لاميلي يعني ماتريكس، و اوستيوسايتس موجوده في بيوتها الصغننه الكافيتي او اللاكنه بتاعتها، والاوستيوسايت قلنا سنجل ما عنديش هنا سيلنس زي الكارتج. دي موجوده في الشافت اوف لونج بون. بعد كده السبونجي بون او الكنسلس، ده عباره عن الريجولار بون ترابيكولي، واهم حاجه قلناها وجود ايه الفراغات الكبيره دي. ذيس ار بون مارو سبيسز، يبقى هالبون هنا هو الاحمر ده، ذيس از ذا سبونجي بون، والفراغات دي ذيس ار بون مارو سبيسز. ادي التكبير بتاعه عشان اتفرج على تركيبه. This is the bone الريجولار بون ترابيكولي، الاحمر الماتريكس الاحمر عشان فيه كولاجين تايب 1. ادي الاندوثيوم اللايننج اوف ذا بون، وقلنا عباره عن كل خلايا البون ما عدا الاوستيوسايت. ادي الاوستيوسايت موجوده within the matrix، وادي البون مارو سبيسز مليانه بون مارو. ده بالنسبه لتركيب الكانسيلس او السبونجي بون. النيرفس تيشو ما كانش عندنا فيه غير النيرف ترانك بس. النيرف ترانك عندي مجموعة من البندلز، كل بندل فيها نيرف فايبرز، يبقى ادي بندل كبيرة اهي، اتنين تلاتة اربعة، كل بندل من دول جواه مجموعة من النيرف فايبر. دي ال H and E stem section بتاعه، epineurium connective tissue surrounding the bundle، وجوه فيه نيرف فايبرز. ادي التكبير بتاعه اهو، كل النيرف فايبر عبارة عن central acidophilic axon اهو، في النص ده اكسوبلازم، حواليه شوان سيل اهي اللي بره الحلقه دي، شويه سيل بينهما امتي سبيس فاضي نتيجه الديسوليوشن اوف ذا مايلين. المايلين ده وما عادش موجود عندي في الصوره عشان انا صبغه اتش ام دي. ادي نفس الصوره ولكن ستيند بي الاوزميك اسيد، ذس از ذا اوزميك اسيد ستين سيكشن نيرف ترانك، برده عندي باندلز اوف نيرف فايبر، ولكن هنا مين اللي صبغ؟ اللي صبغ المايلين بس، فباين في صوره امتي بلاك سيركل، حلقه لونها اسود ومفرغه من النص عشان مفيش حاجه استبغت غير المايلين بس.
فالفايلين هنا ظهر في صورة حلقة ولونها أسود. بعد كده هنشفت للبلود. البلود احنا خدنا فيه البلود سيلز وأولهم كانت الار بي سيز. قلنا إن الار بي سيز دي عبارة عن راوند ديسك، هنا صورة مش مجسمة، مش هقول عليها باي كونكيف، مش باين إنها باي كونكيف، هي مجرد راوند ديسك لأسيدوفيليك دارك بريفري وبيل سنتر. بيل سنتر قلنا ليه؟ عشان الهيموجلوبين في الطرف اكتر من النص، فيبان السنتر ابهت والبريفري دارك. ده شكل الار بي سيز في بلاد فيلم. قلنا الصوره دي صوره بلاد فيلم مسبوغ بليشمان ستين. الحاجات الصغننه دي ذيس ار بي بليتس. بعد كده اتكلمنا عن الوايت بلاد سيلز وعرفنا ان هم نوعين، اما جرانيولر او نون جرانيولر. دي اول واحده من الجرانيولر اللي هي النيوتروفيل، السيتوبلازم بتاعها محبب، و اهم حاجه فيها سيجمنتد نيوكليس ثلاثة او اكتر، يبقى ثلاثة سيجمنتس او اكتر ذس از نيوتروفيل. الايوزينوفيل اثنين بس، تو لوبس باي لوب دي نيوكليس ومعاها سيتوبلازم بيورلي اسدوفيل. كل الجرانيولز هنا حمراء كلها وكبيره اهي، جرانيولز كبيره ولونها احمر ماليه السيتوبلازم، والنيوكليس ايفيدنت واضحه انها فصين اثنين بس. التالتة بتاعتهم وهي البيزوفيل دي عبارة عن جرانيولر برضو وخشن، السيتوبلازم بتاعها جرانيولر ما هوش ناعم، ولكن هنا النيوكليس بتاعتها از ماسكد الريجولار وماسكد مش باينة قوي علشان الجرانيولز بنفس اللون، الجرانيولز بيزوفيلك والنيوكليس بيزوفيلك. This is the basophil. الاثنين النون جرانيولر لينفوسايت ومونوسايت. اللينفوسايت بتتميز انها ليها سيتوبلازم ناعم جدا ومشمس، ولكن عندها ايه كمان؟ راوند نيوكليس، دي اهم حاجة، ده اللي هيفرقها عن المونوسايت. الليمفوسايت ليها راوندد نيوكليس، المونوسايت ليها كيدني شيبد نيوكليس. يبقى ده اهم فرق ليها برضو، انها ليها كيدني شيبد نيوكليس وسيتوبلازم ناعم ونون جرانيولر. اخر حاجه معانا الفاسكولار سيستم. قلنا الفاسكولار سيستم اتكلمنا فيه عن البلاد فيسل ستراكشر بتاعه والجدار بتاعه عباره عن ايه وطبقاته. خدنا الاورطه والانفيريور بنكافه، ادي الاورطه اهو، الثلاث طبقات بتوع الهول لو ثيك انتما تيك ميديا ثينر ادفنتيشيا. الانتما والميديا عباره عن الاستيك فايبرز، ده اندوثيليوم سيمبل سكويمس ابيثيليوم تحتيه سب اندوثيليال كونكتيف تيشو، واضح طبعا في الالاستيك فايبر. الميديا هي الطبقه اللي في النص، دي اتخن طبقه في جدار الارتري عموما والاورطه خصوصا. الميديا هنا از ريتش ان سموث ماسل والاستيك فايبر، ما عندي كولاجين ما عندي ريتيكولوم ولكن اكتر حاجه موجوده هنا السموث ماسل والالاستيك فايبرز. الادنتيشيا طبقه كونكتيف تيشو ما فيهاش اكتر من كده. الانفيرور بنكابا ان كومباريزون نفس الثلاث طبقات لكن اختلفوا في السمك، الانتما والميديا رفيعين، الادنتيشيا هي كبيره، نفس الاستراكشر ولكن كل ما هو الاستيك هنمسحه، ما عنديش الاستيك فايبرز في الفينز تماما. لكن هضيف هنا ان الادنتيشيا بتاعه الانفيرور بنكابا بالذات عباره عن ثيك ادنتيشيا كونكتيف تيشو كونتين ماسل، ودي كاركترستيك للانفيرور بنكابا، باندنس اوف ماسلز موجوده في الادفنتيشيا يساوي انفيرور بنكابا وانت مغمض على طول من غير مناقشه. الفينز الباقيه الادفنتيشيا كونكتيف تيشو بس، لكن باندنس اوف ماسل بالشكل ده يساوي انفيرور بنكابا. اخر حاجه اللي هي الميديال سايز ارشيان فين، قلنا صوره لوور ماجنيفيكيشن مش مكبره كتير ومش عايزه طبقات ولا حاجه، لكن افرق بس ان ده الارتري وده الفين. الارتري ليه ثيك وول ونارو ليومن، الفين ليه ثانر وول ووايدر كولابسد فين. يبقى ده كل الفرق بين الارتري الميديم ارتري وفين. مش عايز اعرف طبقات ولا انتما ولا ميديا، دي محتاجه تكبير اكتر من كده، لكن يكفينا دلوقتي نعرف بس ان ده هو الارتري وده هو الفين. بكده اكون خلصت مراجعه العمل بتاعتنا النهارده، يا رب تكون سهله وتكون لمت العمل معاكم، وان شاء الله نقدر نذاكره بسهوله. اشوفكم على خير ان شاء الله في محاضرات جايه. السلام عليكم.